بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض في الاكسيال سكيلتون. احنا المفروض متفقين ان احنا عندنا الاكسيال سكيلتون ده عباره عن جزئين او 3 اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو السكال او الجمجمه احنا خدناها اللي هو اللي فاتت، كان باقي لنا جزئين في الاكسيال سكيلتون اللي هو الفيرتيبرا الكولامين اللي هو العمود الفقري زائد الثراسيك كيج او القفص الصدري. النهارده ان شاء الله هناخدهم الاثنين مع بعض، هنكمل مع بعض. هنبدا بالفيرتيبرا الكولامين. العمود الفقري فيه معلومات كثيره جدا واخدتها انت في ثانويه قبل كده، احنا النهارده بس هنكمل ايه، هنقول شويه معلومات بسيطه او حاجات زياده بسيطه جدا، تمام؟ مش هتغلبك ان شاء الله، مع شويه مصطلحات جديده اللي هو يعني ترجمه الكلام اللي انت خدته في الثانويه. النهارده هناخده بالانجليزي، تمام، او باللاتيني زي ما بنقول بقى عندنا في الطب. طب دلوقتي ايه الفرتبرال كولومن؟ تعالى نستحضر شويه معلومات كده. اول حاجه، فاكرين الفرتبرال كولومن كان عباره او العمود الفقري كان عباره عن كام فقره؟ الاول بس اعرف ان كلمه فيرتبري يعني فقره، تمام، فيرتبرا يعني فقره، جمعها كلمه فيرتبري، يبقى احنا عندنا ادي فيرتبرا كده يعني فقره، تمام، فيرتبري ازود لها ايه بس، يبقى كده دي الجمع كده اسمها فقرات. الصفه منها اللي هو فيرتبرال يعني فقري، تمام كده، حلو قوي. يبقى احنا عندنا كام فقره؟ احنا عندنا 33 فيرتبرا. طبعا احنا عارفين ان الفقرات، في فقرات كل فقره بتمثل عظمه، وفي بعض الفقرات في بعض المناطق بتتحد انها بتبتدي انها تتحد مع بعضها عشان تكون عظمه واحده، زي مثلا الفقرات العجوزيه والفقرات العصعصيه زي ما خدت قبل كده في الثانويه. وكانوا لما بيتحدوا مع بعضها بيتكونوا في الاخر، بنعرف العمود الفقري بيتكون من كام فقره، من كام عظمه، من 26 عظمه. يبقى اذا ال 33 فقره بيكونوني في الاخر كام عظمه؟ يبقى ال 33 فقره بيساوم 26 عظمه، تمام كده يا شباب؟ حلو. طب هو ال 26 عظمه او كل الفقرات دي لازقين في بعض؟ قال لك لا طبعا، ده في بينهم كارتليج او اللي هو بقول عليه القرص او الديسك اللي احنا بنقولها بالعربي كده، القرص الغضروفي. يبقى هم كونكتد مع بعضهم، او اللي بيفصل بينهم هي انتر فيرتبرال ديسك. يعني ايه بقى انتر فيرتبرال ديسك؟ كلمه انتر يعني بين، وفيرتبرال يعني فقري، صح كده؟ وديسك اللي هو القرص. يبقى اذا ترجمتها الحرفيه الانتر فيرتبرال ديسك اللي هو القرص اللي بين الخلايا، تمام كده يا شباب؟ طبعا عباره عن كارتليج او غضروف بيكون بين الخلايا، ودي حاجه مشهوره جدا كلنا بنسمع عنها، يقول لك ده عنده انزلاق في الغضروف، تمام؟ طبعا لما انزلاق الغضروف ده بيحصل ايه؟ الاحتكاك بين الفقرات بينتج عنه الم شديد جدا، تمام كده يا شباب؟ تمام، مش حكايتنا النهارده. المهم بس تعرف ان هم 33 فقره ب 26 عظمه بيفصل بينهم حاجه اسمها الانتر فيرتبرال ديسك. طب ايه الريجنز بتاعتنا او ايه المناطق بتاعتنا؟ طبعا احنا عارفين في الثانويه كان في حاجه اسمها الفقرات العنقيه، الفقرات الصدريه، القطنيه، العجوزيه والعصعصيه. سيبك من الكلام ده بقى، خلاص احنا ودعناه. قال لك عندنا الفقرات العنقيه بقول عليها سيرفايكال، بقول عليها ايه؟ سيرفايكال، دي اللي هي الفقرات العنقيه. كام فقره يا عم الحاج؟ قال لك 7 فقرات زي ما انت واخد في الثانويه. وطبعا ال 7 فقرات دول سيبريتد. يعني ايه سيبريتد؟ يعني منفصلين، بمعنى ان كل فقره من الفقرات العنقيه بتمثل عظمه، تمام. طب المنطقه الثانيه؟ قال لك والله المنطقه الثانيه اسمها الثوراسيك، يعني الفقرات الصدريه، صح كده؟ الثوراسيك فيرتبري. طب هم كام فقره؟ قال لك دول بيمثلهم 12 فقره، تمام؟ وال 12 فقره دول برضو سيبريتد. يعني ايه سيبريتد؟ يعني منفصلين، وبالتالي كل فقره بتمثل عظمه لوحدها. طب بعد كده قال لك المنطقه القطنيه، قال لك اسمها ايه؟ اسمها اللمبر فيرتبري. اسمها ايه؟ لمبر فيرتبري. كام فقره؟ قال لك والله دول 5 فقرات برضو سيبريتد. يعني ايه سيبريتد؟ سيبريتد يعني منفصلين، بمعنى ان هم كل فقره بتمثل عظمه لوحدها. حلو قوي. طب تعالى بقى للمنطقه اللي بعد كده اسمها ايه؟ قال لك اسمها الساكرال، اللي هي المنطقه العجوزيه، اسمها الساكرال ريجون او الساكرال فيرتبري. كم فقره؟ قال لك دول 5 فقرات، ولكنهم فيوزد. يعني ايه فيوزد؟ قال لك يعني بيلتحموا مع بعض ويكونوا لك عظمه واحده. يبقى ال 5 فقرات بينتجوا في الاخر او بعد التحامهم بيكونوا كام؟ قال لك بيكونوا عظمه واحده. العظمه دي بقول على عظم العجوز. طب العجوز دي بالانجليزي عندنا اسمها ايه؟ قال لك مش دي اسمها ساكرال؟ قال لك اه، ما هو النوم بتاعها اسمها ساكرام. اسمها ايه؟ ساكرام، اللي هو عظم العجوز. حلو قوي. طب المنطقه الاخيره قال لك اسمها الكوكسيجيال، الكوكسيجيال فيرتبري. كام برضو؟ قال لك دول 4 فقرات، ولكنهم برضو فيوزد توجذر، يعني بيتحدوا مع بعضهم وفي الاخر يكونوا لك عظمه واحده، بقول عليها عظمه الذنب او عظمه العصعص اللي هي اسمها الكوكس. تمام كده يا شباب؟ تمام قوي. دي بالنسبه لايه؟ دي بالنسبه للريجونز او المناطق بتاعت العمود الفقري. حلو قوي. طب تعالى بقى، تعالى بص لي كده على العمود الفقري. احنا كده بصينا على العمود الفقري من الجنب. طب انت شايف يعني المفروض يعني الناس الطبيعيه اللي هم ما دخلوش طب، لو سالته كده على العمود الفقري هيقول لك ده سلسله الظهر حاجه مستقيمه كده.
قال لك لا انت المفروض بقى در الراجل دخلت عندنا في طب تعرف بقى حقيقه العمود الفقري. والله العمود الفقري شكله عامل كده مش مستقيم ولا حاجه، ده العمود الفقري فيه انحناءات، فيه كيرفات، كيرفس. الكيرفس دي بتختلف من منطقه للتانيه. قال لك يعني مثلا عندك الكيرف بتاع المنطقه اللي هي السيرفايكال زي المنطقه بتاعت اللمبر، كلهم الاثنين من طبعا احنا عارفين ان هنا ناحيه الظهر دي الدورزال ودي الانتيريور يعني ناحيه قدام، او الانترال اللي كنا بنقول عليها انترال، او اسف انترال ايه بقول عليها فينترال. تمام. يبقى ده الدورزال او البوستيريور، دي ناحيه البوستيريور، والناحيه اللي قدام دي ناحيه الانتيريور. تمام كده. قال لك والله انت شايف منطقه السيرفايكال ومنطقه اللمبر الاثنين عاملين او منحنيين ناحيه قدام، منحنيين زي ايه؟ قال لك محدبين، يعني عاملين كده محدبين لناحيه قدام، يعني التحدب ناحيه قدام. قال لك كلمه محدب يعني كونفكس، كونفكس فينترالي يعني محدبين من ناحيه قدام، لما تبص عليهم تلاقيهم محدبين كده. طب بالنسبه لي الثوراسيك والساكرال، قال لك الاثنين دول عكس الاثنين، عكس السيرفايكال وعكس اللمبر، الاثنين دول محدبين ناحيه ورا، شايفين اهو محدب ناحيه ورا، او بقول عليه مقعر من ناحيه قدام، يعني لو بصيت عليه من قدام هلاقيه مقعر، لو بصيت عليه من ورا هلاقيه محدب. ونفس الكلام بينطبق بالنسبه للسيرفايكال وبالنسبه لللمبر. طب احنا مش فاهمين، تعالى بالراحه كده. العمود الفقري يا شباب عامل كده، عامل كده ايه ده بقى؟ قال لك والله احنا كده هنا انتيريور يعني ناحيه قدام، وهنا بوستيريور يعني ناحيه ورا. قال لك والله لحد هنا كده المنطقه السيرفايكال، ولحد هنا كده المنطقه اللي هي الثوراسيك، ولحد هنا كده المنطقه اللي هي اللمبر، ولحد هنا تحت اللي هنا الساكرا. تمام كده. تمام. قال لك والله تعال نبص كده من قدام على المنطقه اللي هي السيرفايكال، والله لما بصيت عليها من السيرفايكال من قدام لقيتها ايه؟ لقيتها محدبه، يبقى بقول عليها كونفكس. طب لما بصيت عليها من ورا لقيتها كونكيف. يبقى خد بالك انها بتختلف على حسب انت باصص من قدام ولا باصص من ورا. طب بالنسبه للثوراسيك لو بصيت من قدام هلاقيها مقعره. مقعره يعني ايه؟ يعني كونكيف. طب ومن ورا تبقى محدبه، يبقى بقول عليها كونفكس. طب بالنسبه لي اللمبر، اللمبر من قدام هنا محدبه، يبقى بقول عليها كونفكس. طب من ورا يبقى كونكيف. طب بالنسبه للساكرال، الساكرال من قدام كونكيف، والساكرال من ورا بتكون كونفكس. تمام كده يا شباب، جميل قوي. عشان كده هو كتب لك في الكتاب ان احنا عندنا اربعه كيرفز، ادي الكيرف الاولاني، وادي الكيرف الثاني، وادي الكيرف الثالث، وادي الكيرف الرابع. تمام كده. تمام. قال لك والله احنا بنقسمهم لحاجتين، حاجه اسمها البرايمري كيرفز وحاجه اسمها السكندري كيرفز. طب هم اربعه. قال لك البرايمري كيرفز دول اللي هم الكيرفات بتاعت الثوراسيك وبتاعت الساكرال اللي هم رقم 2 و4. تمام. دول اللي بقول عليهم البرايمري كيرفز، دول اللي هم الثوراسيك والساكرال كيرفز، اللي هم بيكونوا كونكيف فينترالي، يعني لما ببص عليهم فينترالي يعني انتيريور، كلمه فينترال يعني انتيريور يعني من قدام برضه من ناحيه البطن. لما ببص عليهم من قدام بلاقيهم ايه؟ بلاقيهم كونكيف يعني محدب مقعرين. خد بالك بقى عشان دي موضوع سؤال ممكن يجي لك، مثلا يقول لك ايه في الام سي كيو، يقول لك طب افرض احنا بصينا على الثوراسيك والساكرال بس من ناحيه ورا. لا، من ناحيه ورا، طالما هم محدب مقعرين من ناحيه قدام يبقى محدبين من ناحيه ورا. تمام كده يا شباب. طبعا الكلام بينعكس تماما في السكندري كيرفز. السكندري كيرفز اللي هم السيرفايكال واللمبر، السيرفايكال اللي هي رقم واحد واللمبر اللي هي رقم ثلاثه. تمام. دول بيكونوا كونكيف فينترالي، يعني لما تبص عليهم من او كونفكس، اسف، كونفكس فينترالي. كونفكس فينترالي يعني ايه؟ كونفكس فينترالي بصلحه الكلمه دي يا شباب، كونفكس فينترالي يعني لما تبص عليهم من قدام تلاقيهم ايه؟ تلاقيهم كونفكس. تمام كده. انما هم كونكيف بوستيريور يعني كونكيف من ناحيه ورا. تمام. الحته دي بس بصلحوها معلش، بخلوها كونفكس فينترالي. تمام كده، معلش يا سهوا بس. تمام قوي. طب بعد كده قال لك طب تعالى دلوقتي، يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على الفقرات. تعالى دلوقتي نتكلم على ايه؟ نتكلم على بقى المنطقه اللي هي بين الفقرات، او اللي انت قلت لي عليه الغضروف اللي بين الفقرات اللي قلنا عليه اسمه الانتر فيرتيبرال ديسك. والله ده عباره عن بليت
او حته كده عريضه. الحته العريضه دي وظيفتها انها بند الفيرتيبرال بوديز، يعني تمسك الجسم بتاع الفقره، الفقره اللي فوق تمسكه مع الجسم بتاع الفقره اللي تحت. شايفين ده الانتر فيرتيبرال ديسك اهو اللي باللون الازرق ده، ماسك الفقره اللي فوق مع الفقره اللي تحت من ناحيه البودي، تمام، من ناحيه جسم الفقره. حلو قوي. طب يبقى الفانكشن بتاعته ايه؟ قالك والله اول حاجه بما انه كارتليج او بما انه غضروف، فهو وظيفته ان هو بيرميت سلايت موفمنت، يعني بيسمح بحركه بسيطه جدا بتوين الفيرتبري، يعني حركه تاخدناها قبل كده في الثانويه لا المفاصل الغضروفيه، تمام، اللي بتسمح بحركه اللي هي محدوده، تمام كده يا شباب. فهو بيقول لك اهو نفس الكلام هنا، ان الغضاريف اللي هي الغضاريف اللي بين الفقرات بتكون بتسمح ايه؟ بتسمح بسلايت موفمنت، يعني حركه بسيطه جدا، حركه محدوده بين الفيرتبري وبعضها، تمام. طب تاني حاجه قال لك بيشتغل كمان كشوك ابزوربر، يعني ممتص للصدمات، بمعنى ان والله يعني انت عارف انت لما تنط من مكان مرتفع، انت المفروض لما بتنط كده مره واحده المفروض ان في صدمه تعتبر كده بتاثر على الفقرات. فقال لك مين اللي بيمتص الصدمه دي بقى؟ قال لك اللي بيمتص الصدمه دي هي الفقرات او الغضاريف اللي بين الفقرات، تمام كده يا شباب، تمام، اللي هي الانتر فيرتبرال ديسك. جميل قوي. طب تعالى بعد كده قال لك بقى، طب تعالى هات لي كده انتر فيرتبرال ديسك، تعالى نبص على الكومبوزيشن بتاعه. قال لك والله لقينا ان هو بيتركب من منطقه في النص ومنطقه ناحيه بره، المنطقتين دول مختلفين. المنطقه اللي ناحيه بره دي لما بصينا عليها لقيناها عباره عن فايبرز. يعني ايه فايبرز؟ يعني كمان تحديدا يعني بقول عليها فايبرو كارتيليجينس فايبرز، يعني الياف غضروفيه، الياف ايه؟ او غضاريف من النوع اللي هي الليفيه، الغضاريف الليفيه، تمام. قال لك دي اسمها ايه؟ قال لك الناحيه اللي ناحيه بره دي اسمها الايولوس فايبروزس. اسمها ايه؟ ايولوس فايبروزس. طبعا باين من اسمها انها بتتكون من ايه؟ من فايبرز، ودي بتمثل الاوتر بارت. بما انها بتتكون من فايبرز فدي المنطقه السميكه او المنطقه الناشفه، فبقول عليها الفيرمر او بارت، يعني المنطقه الفيرم او المنطقه الناشفه، تمام، اللي ناحيه بره. واللي زي ما اتفقنا من اسمها هي بتتكون عباره عن فايبرو كارتيليجينس فايبرز، تمام كده؟ جميل قوي. طب المنطقه اللي بقى الحته اللي في المركز الغامقه شويه دي، قال لك دي اسمها النيوكلاس بولبوزس. اسمها ايه؟ نيوكلاس بولبوزس. طبعا ليه قلت عليها نيوكلاس؟ قال لك عشان احنا مشهوره جدا ان النواه دايما بتكون في المركز. فبما ان المنطقه دي في المركز فقلت عليها نيوكلاس، تمام كده؟ تمام. فاذا هي بتمثل السوفتر انال بارت، يعني دي المنطقه الناعمه او الطريه اللي موجوده في النص او موجوده في المركز. ودي خد بالك ان دي المنطقه دي بتكون كومبريسبل. يعني ايه كومبريسبل؟ يعني قابله للانضغاط، بمعنى مش احنا لسه قايلين من شويه ان الانتر فيرتبرال ديسك احد الفانكشن بتاعته ان هو بيشتغل كشوك ابزوربر، يعني ممتص للصدمات. طب اذا الحاجه الممتصه للصدمات اللي عامله زي الكاوتش مش لازم انها تكون قابله للانضغاط، بمعنى انت لو ضغطت عليها تنضغط، مش زي قطعه الحديد مثلا، قطعه الحديد دي حاجه الحديده مثلا ما تعرفش ان انت تضغطها، انما الكاوتش تعرف لو ضغطت عليه او المطاط تضغط عليه ينضغط، تمام كده. قال لك بالظبط نفس الكلام النيوكلاس بالبوزس ده، دي بتكون كومبريسبل عشان تعمل تشتغل كشوك ابزوربر. طب تاني حاجة قال لك انها بتتكون من ميوكويد ماتيريالز، يعني ايه؟ يعني من مواد مخاطية. يبقى اذا لو قال لك كده قارني اعمل لي كومبريشن بين الاويلس فايبروزيس والمنطقة التانية اللي هي النيوكلاس بولبوسس، تمام كده؟ أول حاجة هتقول لي إن دي والله ناحية بره دي أوتر ودي إنر. تاني حاجة هتقول لي اللي ناحية بره دي هي اللي ناشفة فبتكون فيرمر او فيرم، واللي ناحيه جوه دي بتكون سوفت، تمام. طب بعد كده قال لك ايه تاني؟ دي بتتكون من ايه الفايبروسس ده؟ قال لك دي عباره عن فايبرو كارتريج او فايبرو كارتليجينس فايبرز. طب اللي ناحيه جوه دي عباره عن ميوكويد، ميوكويد ماتيريال، ماده مخاطيه، ودي مميزه بحاجه انها ايه؟ انها كومبريسبل، تمام كده يا شباب؟ تمام. وده طبعا شكلها اهو، تمام. حلو قوي. طب تعالى دلوقتي ننقل على حاجه بعد كده هي ايه؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على العمود الفقري والانتر فيرتبرال ديسك. دلوقتي تعالى بقى نمسك كل فقره من الفقرات، ناخد الاول الشكل النموذجي للفقره وبتتكون من ايه؟ نفس الكلام اللي خدناه في الثانويه بالظبط. بعد كده في الصفحه الجايه نبتدي ان احنا نزود على الكلام اللي خدناه في الثانويه. طب تمام. طب تعالى نتكلم الاول الكلام اللي احنا خدناه في الثانويه قبل كده اللي هي الفيرتبري او الفقره العظميه، الكاركترستيك بتاعتها وبتتكون من ايه؟ الحاجات اللي خدناها في الثانويه بس بالانجليزي بقى. قال لك والله اول حاجه نتكلم عليها هي الجنرال كاركترز، يعني هنبتدي ان احنا نبص على الفقرات بتاعه العمود الفقري كلها كده ونقول على كاركترز بتجمع بينها كلها. قال لك والله لما بصيت على الفقرات بتاعه العمود الفقري لقيت انها كلها فاري ان سايز، يعني مختلفه او تتفاوت في الحجم، بمعنى والله انت الفقرات العنقيه بتكون اصغر من لما تنزل للصدريه تلاقي الصدريه بقت اكبر شويه، بعد كده تنزل للقطنيه تلاقي القطنيه اكبر خالص، وده ده اللي بيفسر لك
الفاريشن او الاختلاف في السايز بتاع الفقرات، طبعا بتكون كمان بتختلف في الكاركترستيك بتاعتها او الكاركترز بتاعتها، الصفات بتاعتها بتختلف، السيرفايكال غير الثوراسيك غير اللمبر. ليه؟ لان كل منطقه بتأدي وظيفه معينه في الجسم، وبالتالي كل وظيفه او كل منطقه او كل فقرات بتاعت كل منطقه هتبتدي انها تختلف عشان تلائم الوظيفه بتاعتها على حسب المنطقه اللي هي موجوده فيها. تمام. طب قال لك طب ليه بقى بيحصل زياده في الحجم؟ قال لك والله عشان انت دلوقتي الفقرات العنقيه دي شايله الرقبه بس، تنزل للصدريه تلاقي نفسك انت بقيت شايل جزء اكبر في الجسم، تنزل للقطنيه تلاقي ان القطنيه دي هي اللي شايله الجسم كله، فبالتالي بيحصل جراديوال انكريز ان سايز، يعني زياده متدرجه في الحجم، بمعنى هتلاقي السيرفايكال صغيره، بعد كده بدات تكبر شويه تلاقي الثوراسيك اكبر شويه، بعد كده تنزل لللمبر بقت اكبر واحده، تمام كده؟ فبيقول لك ده اللي بيفسر الجراديوال انكريز ان سايز. ليه بقى؟ قال لك كل ما تنزل تحت تلاقي زياده في الحجم بسبب الانكريزنج لود، بسبب زياده الضغط اللي بتتحمله الفقرات، يعني كل ما تنزل تحت كل ما تشيل وزن اكبر، تمام كده يا شباب؟ تمام. جميل قوي. كلها معلومات منطقيه جدا. طب تعالى بعد كده نتكلم على البارتس بصفه عامه او الاجزاء بتاعه الفقره العظميه اللي خدناها في الثانويه. والله كنا عارفين ان الفقره العظميه دي كان عندنا حاجه اسمها جسم الفقره، فجسم الفقره عندنا اسمه البودي او الجسم. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جزء كده اسطواني سيلندريكال، والسطح من فوق بيكون مبطط والسطح من تحت مبطط، يعني هي عباره عن عامله شبه الاسطوانه، مبططه من فوق ومبططه من تحت، فبقول عليها انها عباره عن سيلندريكال، او البودي ده عباره عن سيلندريكال ويز فلاتن ذا ابر اند لور سيرفيس، يعني السطح بتاعه من فوق والسطح بتاعه من تحت بيكونوا مسطحين، تمام كده يا شباب؟ تمام. طب بعد كده قال لك تاني حاجه، عندنا حاجه اسمها الفيرتبرال ارش. يعني ايه الفيرتبرال ارش؟ شايفين انتوا المنطقه دي يا شباب؟ المنطقه اللي هي منطقه تلاحم او منطقه الاتصال او تلاقي البودي بتاع الفيرتبري مع البروسيسز، كلمه بروسيسز اللي هي الزوائد العظميه، تمام كده، اللي خدناها اللي هي النتوءات، كلمه نتوء عندنا يا شباب يعني بروسيس، تمام، وكلمه نتوء يعني زائده عظميه، نتوء حاجه كده طالعه لبره زائده كده، دي طبعا النتوءات بتاعت الفقره هنقول اساميها دلوقتي، ولكن المنطقه اللي بتوصل بين النتوءات دي مع جسم الفقره ما خدتوهاش في الثانويه اسمها ايه؟ دي اللي اسمها الفيرتبرال ارش. شايفين برضو دي منطقه اهي، يبقى المنطقه من هنا من ناحيه جوه ومن ناحيه هنا، تمام. قال لك والله الفيرتبرال ارشز دي اللي هم ايه؟ قال لك عندنا منطقه اسمها التو بيديكلز والتو فلاتين دي لامينين، تمام كده، تو بيديكلز، شايفين منطقه البيديكلز اهي، دي منطقه البيديكل اللي هو معلم لك عليها دي، تمام. وفي عندنا كمان حته اسمها او منطقه اسمها اللامني، شايفين اللامني اللي هي فين؟ اهي، يبقى لان ده الارش كله، تمام. فالمنطقه اللي قبل الترانسفيرس بروسيس بقول عليها البيديكل، والمنطقه اللي بين الترانسفيرس بروسيس مع السباينوس بروسيس او النتوء الشوكي والنتوء المستعرض، المنطقه اللي بينهم دي بقول عليها اللامني، تمام كده يا شباب؟ ثانيه همسح لكم الكلام ده عشان تشوفوهم تاني. يبقى تاني، يبقى احنا قلنا عندنا ايه؟ ده الارش اهو، ده بقول عليه الفيرتبرال ارش من بره هنا كمان، تمام. المنطقه اللي بين البودي بتاع الفيرتبري مع الترانسفيرس بروسيس بقول عليه ايه؟ بقول عليه البيديكل، يبقى البيديكل دي المنطقه اللي بين البودي والترانسفيرس بروسيس. طب المنطقه اللي بين الترانسفيرس بروسيس والسباينوس بروسيس اللي هو بين النتوء المستعرض والنتوء الشوكي بقول عليها اللامينا، تمام كده يا شباب؟ او اللامينا، تمام كده؟ يبقى احنا عندنا تو بيديكلز وتو فلاتين دي لامينا، اللامينا دي بتكون مبططه كده، لما تشوف الفقره هتلاقيها مبططه، تمام. الكلام طبعا ده مهم جدا في العمل، حلو قوي. طب بعد كده، طب ايه وظيفه الارشز دي؟ زي ما قلت لك الارشز من هنا ومن هنا ومن هنا طبعا ومن هنا يمين وشمال، فقال لك لما لقيناهم بحوطه كده عملت زي كنال في النص، زي فتحه، طبعا الفتحه دي في كل فيرتبري، فبالتالي لما برص الفيرتبرا او الفيرتبري فوق بعضها كده بعمل في الاخر زي قناه، القناه دي بفضل ماشي من فيها، تمام كده. طب مين اللي بيفضل ماشي في القناه دي؟ قال لك دي اسمها الفيرتبرال كانال، اللي بيفضل ماشي فيها حاجه اسمها السباينال كورد او الحبل الشوكي، تمام كده يا شباب؟ تمام، حلو قوي. طب بعد كده ادخل لي بقى في النتوءات اللي انا خدتها في الثانويه، يبقى احنا ما خدناش الفيرتبرال ارش دي في الثانويه، خلاص عرفنا يعني ايه فيرتبرال ارش. ارش يا شباب زي عندنا كده في البيت نقول علينا ده احنا عندنا ارج، الارج ده اللي هو حاجه كده بتعمل زي ديكور كده، فحاجه عريضه كده جايه بالعرض، قال لك بالظبط احنا بنقول عليه فيرتبرال ارش، تمام كده؟ تمام. طب بالنسبه للنتوءات بقى، قال لك احنا عندنا طبعا كنا واخدين في الثانويه عندنا نتوء شوكي ونتوءان مستعرضان ونتوءان علويان ونتوءان مفصليان علويان ونتوءان مفصليان سفليان والكلام ده كله. فاحنا عندنا النتوء الشوكي اسمه سباينوس بروسيس، كلمه شوك يا شباب سباين، اي زائده عظميه عامله شبه الشوكه مدببه كده عامله شبه الشوكه فاقول عليها سباين. فقال لك ده اسمه ايه؟ قال لك اسمه النتوء الشوكي، كلمه نتوء يعني بروسيس وشوكي يعني سباينال، سباينوس
فاحنا عندنا شبكه واحد اسمه ايه؟ وان سباينوس بروسيس. ثاني حاجه احنا عندنا نتوءان مستعرضان، مستعرض يعني ترانسفيرس، ونتوء يعني بروسيس، يبقى احنا عندنا تو ترانسفيرس بروسيسز. تمام كده، ادي ده النتوء المستعرض الاول وده النتوء المستعرض الثاني. جميل. طب بعد كده قال لك والله عندنا اثنين سوبيريور ارتيكولار بروسيس واثنين انفيريور ارتيكولار بروسيس. بمعنى قال لك والله دلوقتي مش الفقرات دي مرصوصه فوق بعضها، مش دلوقتي الفقرات دي محتاجه انها تتنفصل مع بعضها، يعني كل فقره ما ينفعش كده تكون لوحدها، تلاقي فقره واحد من النص، انما لا الفقرات دي ماسكه مع بعضها بمفاصل. طب فين المفاصل دي؟ قال لك والله احنا عندنا الفقره مثلا، عندنا الفقره رقم مثلا خمسه، المفروض ان الفقره رقم خمسه دي ماسكه مع الفقره اللي فوقها اللي هي رقم اربعه، وماسكه مع الفقره اللي تحتها اللي هي رقم سته. قال لك والله اهو مثلا هنفترض ان دي الفقره رقم خمسه اهو، ودي الفقره رقم سته، ودي الفقره رقم اربعه. قال لك والله الفقره رقم خمسه دي هتمسك مع الفقره اللي فوقها بالتو سوبيريور ارتيكولار بروسيس، يعني النتوءات اللي وظيفتها انها ارتكيوليت، كلمه ارتكيوليت يعني تتمفصل، تتمفصل مع الحاجه اللي فوق اللي هي الحاجه السوبيريور، احنا عارفين كلمه سوبيريور يعني فوق، يبقى البروسيس دي اللي وظيفتها انها ايه؟ تارتكيوليت مع الفقره اللي فوقها. طب بالظبط بالظبط نفس الكلام، قال لك لو والله الفقره رقم خمسه دي هتتمفصل مع الفقره رقم اربعه اللي تحتها، فبالتالي او اسف لو عايزين تعكسوا الارقام ثانية، المفروض ان احنا نعكس الارقام، يعني المفروض دي تبقى هي اللي رقم اربعة، لو هنجيب كده العمود الفقري من فوق لتحت، فنقول ان دي الفقرة رقم اربعة، ودي الفقرة رقم خمسة، ودي الفقرة رقم ستة. تمام كده، فبيقول لك ان رقم خمسة هتتمفصل مع اللي فوقها ايا كان بقى الرقم، تتمفصل مع الرقم اللي فوقها اللي هو ايه؟ بالتو سوبيريور ارتيكولار بروسيس، المهم انها تتمفصل مع اللي فوق، اللي فوق يبقى بالسوبيريور ارتيكولار بروسيس، مع اللي تحت بالانفيريور ارتيكولار بروسيس. تمام كده يا شباب، تمام جميل قوي. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لتركيب الفقره ما قلناش حاجه جديده غير الفيرتبرال ارش. جميل. طب تعالى بعد كده قال لك والله بقى ناخد كلام بقى كلام طب، نزود بقى شويه على ايه؟ على الكلام بتاع الثانويه ده. قال لك والله احنا دلوقتي هنبتدي ان احنا نتكلم على الكاركترز بتاعت الفيرتبر في كل منطقه لوحدها، بمعنى هنروح على السيرفايكال ريجون نشوف الفقرات العنقيه اللي هناك، نشوف ظروفها ايه، وهكذا الصدريه وهكذا القطنيه وهكذا. قال لك والله اول منطقه او اول فقرات معانا اللي هي السيرفايكال فيرتبري، او الفقرات القطنيه للاسف العنقيه، العنقيه اللي كنا بنقول عددها كام؟ سبعه. قال لك هل السبعه دول شبه بعض بالظبط؟ قال لك لا، ده احنا عندنا بنقسمهم حاجه اسمها تيبيكال سيرفايكال فيرتبري، يعني الفقره النموذجيه او الفقره العنقيه النموذجيه، يعني اللي لها مواصفات خاصه، او اللي لها اسف مواصفات واحده، اللي هم ايه؟ قال لك اللي هم من الفقره رقم 3 للفقره رقم 6، يعني لو رحت على الفقره رقم 3 و4 و5 و6 بصيت عليهم هتلاقيهم شبه بعض بالظبط، ليهم نفس الكاركترز وليهم نفس الخصائص والصفات. قال لك اللي هي ايه اللي هي ايه بقى الصفات دي؟ قال لك اول حاجه هتلاقي ان عندهم سمول بودي، يعني جسم الفقره بيكون صغير، عندهم السباينوس بروسيس او النتوء الشوكي تلاقيه مشقوق كده، عامل كده تلاقيه مشقوق كده، يبقى بقول عليه ايه؟ بقول عليه شورت بيفيد، كلمه بيفيد يعني مشقوق، في شق في النص او كده مقسوم من النص كده، شورت بيفيد سباينوس بروسيس. طب تاني حاجه قال لك هتروح كمان للترانسفيرس بروسيس، هتلاقي ان في فتحه، الفتحه دي بقول عليه الفورامين، احنا عارفين كلمه فورامين يعني فتحه، فورامين ترانسفورزوريوم، اسمها ايه؟ فورامين ترانسفورزوريوم. تمام كده، دي موجوده فين؟ موجوده في ان ايتش ترانسفيرس بروسيس، يعني في كل ترانسفيرس بروسيس موجود فيه فتحه كده. تمام، الفتحه دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها فورامين ترانسفورزوريان. تمام كده يا شباب، تمام. دي ايه؟ دي الفقرات او الصفات دي ثابته في الفقرات رقم 3 و4 و5، طب ليه و6؟ طب ليه ما قلتش على 1 و2 ورقم 7؟ قال لك عشان 1 و2 و7 دول ليهم بيتهموا يشذوا كده في بعض الصفات، بمعنى دول بقول عليهم ايه؟ بقول عليهم الاتيبيكال، يعني غير النموذجيه، كل واحده لها صفه مميزه. اتيبيكال سيرفايكال فيرتيبري، يعني مثلا الفيرست سيرفايكال اللي هي الفقره العنقيه رقم واحد اسمها الفقره اطلس، اسمها ايه؟ فقره اطلس، دي ما عندهاش بودي، يبقى كده هي بتشذ عن القاعده او بتشذ عن التيبيكال فيرتيبري، لان التيبيكال فيرتيبري قلنا ان عندها سمول بودي، فبالتالي الفيرست سيرفايكال اول حاجه بتشذ فيها انها ما عندهاش بودي. طب تاني حاجه قال لك برده ما عندهاش سباينوس بروسيس، يبقى ما عندهاش حاجتين، ما عندهاش لا بودي ولا عندها سباينوس بروسيس. تمام كده يا شباب، دي بالنسبه للفيرست سيرفايكال او اللي اسمها الاطلس. طب تاني واحده قال لك اسمها، او السكند سيرفايكال قال لك اسمها ايه؟ قال لك اسمها الاكسس او فقره المحور، دي بيكون عندها ايه؟ قال لك دي مميزه ان عندها لارج بروجكشن اودونتويد بروسيس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله تلاقي دي الفقره ايه؟
طالع منها كده زي نتوء. النتوء ده ايه؟ بقول عليه الاودونتويد بروسيس. اودونتويد بروسيس ده اسم، ده اسمه ايه؟ اودونتويد بروسيس. طب هو كبير طبعا في الحجم، طب عشان كده بقول عليه لارج. بروجيكتنج يعني ايه؟ يعني بارز طالع لفوق كده، تمام؟ وهوريكم صورته دلوقتي عشان يتمفصل مع مين؟ قال لك عشان يتمفصل مع الفقره اللي فوق اللي هي فقره اطلس، ما دي الفقره رقم واحد، والسكند سيرفايكال اللي اسمها الاكزيس، تمام؟ فالاكزيس بتتمفصل مع الاطلس من خلال الاودونتويد بروسيس ده، تمام كده يا شباب؟ تمام. طب مين تاني الفقره اللي بتشيز؟ قال لك الفقره الثالثه معانا اللي بتشيز اللي هي الفقره رقم سبعه اللي اسمها السيفنث سيرفايكال، او الفقره رقم سبعه مالهاش اسم معين. دي عباره عن ايه او بتشيز ايه؟ قال لك والله ده عندها لونج ثيك نوت بيفيد. خد بالك من الحته دي، المفروض ان الترانزفيرت او الاسف السباينوس بروسيس بتاع السيرفايكال المفروض ان هو شورت وبيفيد. قال لك والله ده بتاع السيفنث دي بيكون كبير لونج وتخين، وكمان ان هو نوت بيفيد يعني مش مشقوق. فبالتالي هو عامل زي البروميننت كده، وهوريزونتال سباين عامل زي ايه؟ زي انه كانه طالع. لو فرضنا ان ده الحبل الشوكي اهو، لان السباينوس بروسيس طالع كده، طالع بالعرض كده طالع ناحيه ورا. طب انتوا عارفين ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه الفيرتيبرال بروميننس، يعني البروز الفقري. عارف بقى انا عايزك تروح كده تحسس لي على فتحه، تلاقي ان في عظمه مميزه كده في اخر رقبتك من ورا، دي اللي بقول عليها الفيرتيبرال بروميننس، يعني البروز الفقري. دي الفقره رقم سبعه، ودي حاجه مميزه جدا لكل الدكاتره عارفينها. انا ما بنحب نعد الفقرات، نروح على دي نعرف ان دي الفقره رقم سبعه، تمام كده يا شباب؟ تمام، حلو قوي. طب تعالى دلوقتي بعد كده ننقل على ايه؟ كده ان احنا خلصنا ايه؟ خلصنا السيرفايكال فيرتيبرا. طب تعالى نتفرج عليهم الصور بالمره عشان نثبت المعلومه. قال لك والله شايفين دي التيبيكال سيرفايكال اهو. التيبيكال سيرفايكال بالنسبه للبودي بتاعها سمول بودي، بالنسبه للسباينوس السباينوس بروسيس شايفين سمول سباينوس بروسيس، والسباينوس بروسيس دي مشقوق، شايفين مشقوق في النص، انما السباينوس بروسيس بتاع الحاجات التانيه مش مشقوق ولا حاجه، انما بتاع السيرفايكال ايه؟ مشقوق. فبقول عليه بيفيد، بيفيد يعني مشقوق، تمام كده يا شباب؟ تمام. طب بالنسبه شايفين الترانسفيرس بروسيس في دايره كده في النص، دي اسمها الفورامين ترانسفيرسوريا، اسمها ايه؟ فورامين ترانسفيرسوريا، تمام؟ ان ايتش ترانسفيرس بروسيس، تمام كده. حتى هو مصور لك عليها اهو، كاتب لك ترانسفيرس فورام، تمام قوي. طب قلنا دي بالنسبه للتيبيكال. طب الاتيبيكال بقى، قلنا عندنا الفيرست سيرفيكال اللي تبعنا اسمها ايه؟ اسمها فقره اطلس، تمام كده. شايفين فقره اطلس؟ ادي فقره اطلس، اولا ما عندهاش بودي، مفيش بودي، ده عباره عن زي الحلقه كده ما فيهاش جسم. تاني حاجه ما فيهاش سباينوس بروسيس، شايفين المنطقه دي؟ ما هو ما فيش سباينوس بروسيس، تمام. طب تاني حاجه قال لك شايف العلامه المميزه دي؟ ده الاودونتويد بروسيس اللي بتاع الفقره اللي تحتها، او ده اللي دي منطقه اللي بقول عليه الدنس، اسمه دنس او اودونتويد بروسيس، دي نفس يعني اسمين. لو نسيت كلمه اودونتويد بروسيس اسمه الدنس، تمام كده يا شباب؟ تمام. شايفين ادي دي برضه الفيرست اند سكند سيرفايكال، شايفين ادي دي الفقره رقم اتنين اسمها الاكزيس، دي اللي عندها المميزه انها عندها تيبيكال، او اسف عندها اودونتويد بروسيس، او اللي بقول عليه الدنس، ودي عباره عن بروجيكتنج كده او زائده عظميه طالعه لفوق. الزائده العظميه دي تروح تتنفصل فوق كده مع فقره اطلس اللي هي سي واحد، تمام كده يا شباب؟ اللي هي شكلها كده، شايفين ده الدنس اهو اللي جاي من الفقره رقم اتنين اللي في النص ده، وطبعا بيرتبط عليه او بثبته في الفقره رقم واحد عشان يحصل الارتكيوليشن او يحصل التمفصل بحاجه اسمها الالانتال ليجامنت، او يعني ده ليجامنت كده او رباط وظيفته ان هو يثبت الاودوكريت بروسيس ده او الدنس اللي جاي من الفقره رقم اتنين، تمام كده يا شباب؟ تمام. طب بعد كده ادي الفقره رقم سبعه، شايفين الفقره رقم سبعه السيفنث سيرفيكال فيرتيبري، اولا السباينوس بروسيس بتاعته نوت بيفيد يعني مش مشقوق اهو على عكس التانيين. ادي دي السيرفيكال، او اسف دي اللي هي السكند اللي هي الاكسس، ادي الاودوتيد بروسيس او الدنس، وادي الفيرست، الفيرست اللي ما عندهاش لا سباينوس بروسيس ولا عندها بودي. بالنسبه دي التيبيكال بقى اهو رقم اربعه اللي هي من ثلاثه لسته اللي ضمنها رقم اربعه، دي تيبيكال، تمام. عندها ترانسفيرس فورامين، وعندها السمول بودي، وعندها سمول بيفيد سباينوس بروسيس، تمام كده. شايفين بقى الاختلاف عن الفقره رقم سبعه، لونج ثيك نوت بوفيد سباينوس بروسيس اللي بيعمل زي ما اتفقنا البروميننس فيرتيبرا، تمام، اللي هو البروز الفقري اللي موجود في افاكتا، تمام كده يا شباب. تمام. طيب نرجع تاني ليه كلامنا، عندنا الثوراسيك فيرتيبري او الايه اللي هي الفقرات الصدريه، والله عندنا التيبيكال ثوراسيك فيرتيبري اللي هي النموذجيه اللي كلهم شبه بعض، دي فروم 2 تو 8، يعني ايه؟ من رقم 2 لرقم 8، بمعنى ان احنا عندنا المفروض ان الثوراسيك فيرتيبري دول كام فقره؟ 12 فقره. قال لك والله من رقم 2 لرقم 8 دول التيبيكال، امال رقم 1
ورقم 9 و10 و11 و12 دول كلهم اتيبيكال، يعني كل واحده فيهم بيبقى ليها صفه مميزه تخليها تشذ عن القاعده. طب التيبيكال ثوراسيك فيرتيبري قال لك دول اللي هم زي ما اتفقنا العدد بتاعهم من 2 ل 8، دول بيكونوا هارت شيد بودي، يعني الفقرات جسمها عامل زي شكل القلب. افتكر دايما ان القلب موجود في الصدر، فبالتالي الثوراسيك فيرتيبري او الفقرات الصدريه شبه القلب. تمام كده يا شباب؟ تمام. تاني حاجه قال لك والله ده الفقرات الصدريه دي اللي عارفين بعد كده انها في القفص الصدري هتيجي الضلوع تتمفصل معاها من ورا، احنا عارفين من الثانويه ان الضلوع بتتمفصل من قدام مع عظمه القص، تتمفصل مع ورا من ورا مع الفقرات الصدريه. تمام كده يا شباب؟ تمام. فقال لك والله طب ما هو مكان التمفصل ده هيعمل مكانه علامه مميزه، قال لك العلامه المميزه دي اسمها الكوستال فاسيت. كلمه فاسيت يا شباب يعني منطقه كده بتبقى زي دايره كده، الدايره دي اللي بيحصل فيها الارتكيوليشن او اللي اسمه اللي بيحصل فيها التمفصل يعني. تمام. طب كلمه كوستال، كوستال زي ما انت اي كلمه كوستال تشوفها تقصد بقى الريبس اللي هي الضلوع، دي الصفه من الضلوع اسمها كوستال. تمام. طب بلاقي الكوستال فاسيت دي موجوده فين؟ قال لك موجوده على البودي وعلى الترانسفيرس، لان لما ناخد ان شاء الله الارتكيوليشن بتاعت الريبس او التمفصل بتاع الضلوع هنعرف ان الضلوع بيتمفصل مع الفقرات الصدريه تحديدا، في جزء كده من الضلوع بيتمفصل مع البودي او جسم الفقره، جزء بيتمفصل مع الترانسفيرس بروسيس او النتوء المستعرض. تمام كده يا شباب؟ فبالتالي في موجود كوستال فاسيت على البودي وعلى الترانسفيرس بروسيس. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب بعد كده قال لك والله كمان بيبقى عندها لونج اوبليك دورسال سباين، يعني السباين والبروسيس بتاعها بيكون طويل ومميل ونازل لناحيه تحت. تمام كده يا شباب؟ تمام. طبعا هو كلمنا هنا بس على التيبيكال سورس، ما كلمناش على الاتيبيكال، هو الاتيبيكال بس خدناه في السيرفايكال بس. تمام. اي اتيبيكال بعد كده مش هناخدها. تمام كده، انا مش هناخدها السنه دي يعني. تمام. طب تعالى نتفرج كده على السوراسيك فيرتيبر، شايفين ادي دي السوراسيك التيبيكال سوراسيك فيرتيبر، ادي شايفين والله فيرتيبر عاديه جدا ولكنها مميزه زي ما اتفقنا بحاجتين. شايفين الحاجه اللي انا علمت لكم عليها دي، اول حاجه زي ما اتفقنا البودي شبه الهارت، يعني ايه شبه القلب. تمام. طب بعد طبعا التيبيكال اللي هما من 2 ل 8، شايفين بقى الحاجه دي ده ايه ده بقى وايه ده وايه اللي الناحيه الثانيه دي وايه ده بقى، قال لك دي اللي بقول عليها بقى زي ما اتفقنا الكوستال فاسيت اللي موجوده على البودي وعلى، وطبعا واحده يمين واحده شمال عشان احنا عارفين ان في ريب بيجي من اليمين وريب بيجي من الشمال، وواحده على الترانسفيرس بروسيس اليمين وواحده على الترانسفيرس بروسيس الشمال. تمام. دي بقول عليها الكوستال فاسيت. تمام كده، اللي هي مكان الارتكيوليشن او المكان اللي هيتمفصل فيه الضلوع مع الثوراسيك فيرتيبرا. تمام كده يا شباب. وزي ما اتفقنا ادي شكل السباينوس بروسيس بتاعها، السباينوس بروسيس ده طبعا انا باصص كده، باصص من قدام او من فوق، اسف، باصص على الفقره من فوق كده، فالمفروض ان السباينوس بروسيس ده كبير وميل لناحيه ورا ونازل لتحت. تمام كده يا شباب. تمام، حلو او جميل. طيب تعالى نرجع تاني ننقل بقى المنطقه اللي بعد كده اللي اسمها ايه؟ المنطقه القطنيه اللي اسمها زي ما اتفقنا اسمها اللمبر فيرتبري. تمام. برضو التيبيكال طبعا عدد الفقرات القطنيه او اللمبر فيرتبري بقى اسمهم ايه؟ وعددهم 5. الخمسه دول قال لك والله التيبيكال من رقم 1 لرقم 4، يعني معنى كده الاتيبيكال هي رقم 5 بس، 5 بس هي الاتيبيكال، انما من رقم 1 لحد رقم 4 دول تيبيكال لمبر فيرتبري، يعني كلهم لهم نفس الشكل. طب ايه الشكل بتاعهم؟ قال لك والله لما تيجي بصيت، لما رحنا بصينا على البودي بتاعهم لقينا ان البودي مش المفروض المنطقه او الفقرات القطنيه دي موجوده في البطن، قال لك والله مين كمان موجود في البطن؟ لقينا ان الكيدني او الكليه هي كمان موجوده في منطقه البطن، فبالتالي قلنا لقينا ان الشكل بتاعهم شكل الكيدني. يبقى افتكر كده ان الثوراسيك شبه الهارت اللي موجود في الثوراكس او في الصدر، واللمبر شبه الكيدني برضو اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في البطن. يبقى تاني، يبقى اللمبر فيرتبري الشكل بتاعها او عندها البودي بتاعها لونج كيدني شيب بودي، يعني الشكل بتاعه كبير او هي كبيره وشبه الكيدني او شبه الكليه. تاني حاجه بالنسبه للسباينوس بروسيس هتلاقيه ان هو شورت، يعني قصير، هوريزونتال، يعني مش نازل لتحت زي الثوراسيك، لا ده ماشي بالعرض، يعني ماشي ناحيه ورا. تمام كده. تمام. بعد كده قال لك كمان بيكون كوادريلانجولار ان شيب، يعني تلاقي شكل السباين كده شبه المستطيل. تمام كده يا شباب. تمام. طب تعالى نتفرج على شكل اللمبر فيرتيبر، قال لك والله شايف الشكل ده، ده اللمبر فيرتيبر. اولا شكل البودي بتاعها شبه ايه؟ شبه الكيدني فعلا او شبه الكلي. تمام.
طب تعالى بالنسبه للسباينال بروسيس، قال لك هتلاقيه مش ما تحسوش نازل لتحت، لا ده ماشي بالعرض كده، تمام كده تحس ان هو ماشي ماشي لورا مش نازل لتحت، تمام؟ زي ان هو عريض جدا شبه شبه المستطيل اهو، فبقول عليه كوادري لاندر، يعني كوادري، بقول عليه كوادري انجولار. يعني ايه كوادري انجولار؟ يعني رباع الزوايا، يعني شبه المستطيل شبه المربع كده يعني، تمام كده يا شباب. قلنا التيبيكال من رقم واحد لرقم اربعه، جميل قوي. طب تعالى نرجع للمنطقه بقى الاخيره معانا اللي هي الساكرام. الساكرام زي ما اتفقنا احنا عندنا الساكرال ريجون او المنطقه العجوزيه، احنا المفروض عندنا خمسه ساكرال فيرتبري كلهم بفيوزد مع بعض، بتفيوزد مع بعض يعني بتتحد مع بعضها وتلتئم مع بعضها وتتحد مع بعضها تكون عظمه واحده، العظمه دي بقول عليها عظم العجز اللي بقول عليها الساكرام. طب الساكرام دي قال لك والله دي شبه المثلث، اهي شبه المثلث فعلا، اسمها ايه؟ قال لك اسمها تراي انجولار، او بيكون شكلها تراي انجولار ان شيب، يعني شبه المثلث. طب بعد كده قال لك هي نتيجه تكوين ايه زي ما اتفقنا؟ نتيجه اتحاد الخمسه صقر الفرتبري بعد ما اتحدوا مع بعض او عملوا فيوجن مع بعضهم بداوا يكونوا لك العظمه الكبيره دي، تمام كده اوي. طب بعد كده قال لك والله بالنسبه لي عندنا حاجه اسمها السباينال فرومينا اوف الساكرال فيرتبري اللي موجوده بتكون فروم الساكرال فورم الساكرال كانال. يعني قال لك ايه؟ قال لك والله عارف انت الفتحات بتاعت الباين بتكون لك حاجه اسمها ايه؟ بتكون لك شايفين هنا بيبقى في قناه هنا، شايفين؟ ورا كده السباينوس بروسيس، تمام؟ الخط اللي انا مشيت عليه ده هنا بيبقى فيه قناه، القناه دي ادي الفتحه الاولانيه بتاعتها، الفتحه اللي ناحيه فوق، وادي الفتحه اللي شبه المثلث اللي ناحيه تحت، تمام كده يا شباب؟ تمام، عشان لكم الكلام ده عشان تشوفوه. اهو ادي دي الفتحه اللي تحت اهي اللي شبه المثلث دي، وادي الفتحه اللي هو مش هقول لك عليها الفتحه اللي فوق دي، تمام كده؟ طبعا الامتداد ده كله ايه؟ ده كله قناه. حلو قوي، قال لك القناه دي الابر اوبننج اوبننج بتاعتها او الفتحه بتاعتها موجوده في قاعده المثلث، يعني اتفقنا انها عامله او الصخره اللي عامله شبه المثلث، القاعده فوق والابكس تحت او الراس، راس المثلث يعني ابكس، الحته المدببه من المثلث بقول عليها الابكس، تمام؟ والقاعده يعني بيز. قال لك والله الفتحه اللي ناحيه فوق دي موجوده عند البيز، يعني لان الصخره دي عامله زي المثلث المقلوب، فبالتالي الفتحه اللي هي الابر اوبننج بشوفها على البيز بتاعت الصخره على القاعده من فوق. طب بالنسبه للور اوبننج او الفتحه اللي تحت، قال لك ده اللور اوبننج عامله شبه حرف اليو اهو، لو قلبته هيبقى عامل كده. قال لك والله ده شبه حرف اليو المقلوب، يبقى هي شبه انفيرتد يو شيب، يعني شبه حرف اليو المقلوب، دي اللي بتكون حاجه او الفتحه دي بقول عليها الساكرال هييتس، كلمه هييتس يعني فتحه، تمام كده يا شباب؟ تمام، جميل قوي. يبقى احنا كده قلنا الساكرام اهم حاجه، بس الحته اللي انا قلت لك عليها دي ان الساكرام شبه المثلث، المثلث دي قاعدته فوق والابكس او الراس بتاعته الناحيه تحت بيمتد بطوله كده، موجود عندنا القناه، القناه دي اسمها الساكرا الكنال، الساكرا الكنال دي لها فتحتين، الفتحه اللي ناحيه فوق بقول عليها موجوده فين؟ موجوده في قاع المثلث، يبقى بشوفها في البيز بتاعت الايه؟ بتاعت الساكرا. طب بالنسبه للفتحه اللي تحت، قال لك والله الفتحه اللي تحت بشوفها فين؟ قال لك دي بتكون انفيرتد يو شيبد جاب، يعني فجوه كده شبه حرف اليو المقلوب، تمام، اسمها ايه؟ اسمها الساكرا الهييتس، اسمها ايه؟ ساكرا الهييتس، تمام كده يا شباب؟ تمام كده، يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا كده خلصنا الفرتبرال كولامن واتفرجنا على كل الفقرات وفهمناها وحفظناها، اتمنى يا رب ان انتم فهمتوها. هنكمل الثوراسيك وول او الثوراسيك كيج في الفيديو الجاي، عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل جدا عليكم، فهنكمل ان شاء الله الثوراسيك كيج في الفيديو اللي جاي. توفيق ان شاء الله يا شباب، وربنا يوفقكم يا رب.